أخبار من ATV العدالة وفيها: الغانم يؤكد أهمية دور الجهات الرقابية خلال أزمة كورونا. شفاء 62 حالة من كورونا. و80 إصابة جديدة بإجمالي 1995 حالة. الهدية يطالب الحكومة بكشف العدد الحقيقي للعمالة الهامشية والجدول الزمني لترحيلهم عن البلاد. عاشور يقترح إلزام الدول غير المتعاونة في إجلاء رعاياها بمصاريف حجزهم. ومن العناوين إلى التفاصيل: أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أهمية دور الجهات الرقابية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياته على البلاد في تعزيز مبدأ الشفافية فيما يتعلق بكل التعاقدات المالية التي تقوم بها الحكومة، وأشار إلى أن الإجراءات الاستثنائية التي تقوم بها وزارات ومؤسسات الدولة وما يلزمها من سرعة إنهاء التعاقدات وتقليص دورتها المستندية يحمل الأجهزة الرقابية مسؤولية مضاعفة في مراجعة المناقصات والعقود بما يحمي الأموال العامة، وفي الوقت ذاته يوفر للحكومة متطلباتها واحتياجاتها الضرورية، لافتا إلى أن التزام الجهات الرقابية في تطبيق قوانينها لا سيما فيما يتعلق بنشر بيانات المناقصات والعقود على مواقعها الإلكترونية أمر يحسب لها وله أثر كبير في بسط الرقابة الشعبية والبرلمانية. أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء 62 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 367 حالة. وقال الوزير إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا المستجد، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين. أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 1995 حالة، مع تسجيل حالتي وفاة جديدتين لمقيمين أحدهما من الجنسية البنغلاديشية والآخر من الجنسية الهندية. خلال 24 ساعة الماضية بلغت عدد الإصابات الموثقة في دولة الكويت والحالات التي ثبتت إصابتها بمرض COVID-19 والذي يسببه فيروس SARS-CoV-2 بلغ عددها 80 حالة. بلغت عدد الحالات المخالطة لحالات ثبتت إصابتها بالمرض عدد 72 حالة. حالة واحدة منها لمواطنة كويتية، و47 حالة لمقيمين من الجالية الهندية، وخمس حالات لمقيمين من الجالية المصرية، وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية، وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية النيبالية، وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية الباكستانية، وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية الفلسطينية، وحالتين لمقيمين من الجنسية الفلبينية، كما سجلت حالة لغير محددي الجنسية وحالة لمقيم من الجنسية الإسبانية وحالة لمقيم من الجنسية البرتغالية وحالة لمقيم من الجنسية السورية وحالة لمقيم من الجنسية المغربية، كما رصدت ثمان حالات أخرى حيث جميعها قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم، ست حالات منها لمواطنين كويتيين
وحالة واحدة لمقيم من الجنسية المصرية وحالة لمقيم من الجنسية السورية. عندما تضاف هذه الحالات الجديدة والتي سجلت خلال 24 ساعة الماضية مع مجموع الحالات السابقة التي ذكرت، يصبح مجموع الحالات المسجلة في دولة الكويت 1995 حالة، ومجموع الحالات التي أعلن شفاؤها في دولة الكويت وحتى الآن 367 حالة، إلا أنه قد جرى تسجيل حالتي وفاة خلال ال 24 ساعة الماضية. حالة واحدة لمقيم من الجنسية البنغلاديشية يبلغ من العمر 49 سنة، وحالة أخرى لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 55 سنة. الحالتان كانت تتلقيان الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة، نسأل الله لهم وللجميع الرحمة. دعا النائب محمد الهدية الحكومة إلى أن تكشف بالأرقام العدد الحقيقي للعمالة الهامشية وكذلك الجدول الزمني لخطة ترحيلهم عن البلاد. وتساءل الهدية عن سبب الصمت الحكومي تجاه تعنت بعض الدول في استقبال مواطنيها من المقيمين في الكويت، وعن الخطوات التي ستتخذ بحق هذه الدولة المعرقلة لخطة الترحيل، وشدد على أن ما يعكر صفو رفع المعنويات هو ما يحدث من تفشي المرض بين الوافدين، ما يدل على أن المواطنين أكثر التزاما بقرارات السلطات الصحية. دعا النائب صالح عاشور الحكومة بإلزام سفارات الدول التي لا تقوم بإجلاء رعاياها من الكويت بتكاليف ومصاريف الحجر من إيواء وإعاشة وطبابة وأي خدمات أخرى لعدم تعاونهم بترحيل رعاياهم. وأكد عاشور أن ذلك حق للدولة، أو عوضا عن ذلك علينا أن نتخلى عن مسؤوليتنا بإيوائهم وإعاشتهم وفحصهم، وبالتالي نحتاج للحسم ولقرار جريء من الحكومة بدون أي تساهل. استغرب النائب الدكتور بدر الملا بطء القرار لدى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، وقال الملا إن ذلك غير مفهوم ودليل على استمرار وجود البيروقراطية، ومثال على ذلك هو البت في تأجيل استقطاع بنك الائتمان إذ يفترض البت فيه وعدم تأخيره. أعلنت إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء أن العقود الحكومية المرتبطة بالإجراءات الاستثنائية لمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا والتي تمت مراجعتها من الناحية القانونية حتى بلغت 200 عقد خلال 38 يوم عمل متصلة. وقال عضو الفتوى والتشريع رئيس فريق عمل الطوارئ لمراجعة مشروعات العقود الحكومية المستشار الدكتور مرسال الماجدي إن ذلك يأتي إعمالا لنص المادة رقم 5 من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع، مؤكدا أن فريق عمل الطوارئ يعمل يوميا طيلة أيام الأسبوع. أعلن رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود أن المرحلة الثانية من خطة عودة المواطنين من الخارج تنطلق الخميس المقبل وتستمر إلى السبت، وقال إن المرحلة الثانية للإجلاء تشمل دولا عربية وأجنبية، حيث ستكون للوجهات التالية: عمان، الدار البيضاء، نواكشوط، اسطنبول، فيينا، الإسكندرية، القاهرة، نيويورك، بروكسل، لندن، باريس، مانيلا، بانكوك، دكار، تونس، مالطا، بيروت، تبليسي، باكو، مومباي، دلهي، سراييفو، أمستردام. وأضاف الحمود أنه تم وضع بروتوكول واضح للخطوات التنظيمية ينظم مسؤوليات الجهات الحكومية وشركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية كل في مجاله، يتضمن الإجراءات التي سيتم تطبيقها منذ انطلاق المواطنين من المحطات الخارجية مرورا بصعود الطائرة وأثناء الرحلة حتى وصول مطار الكويت الدولي ودخول مراكز الفحص لتطبيق إجراءات وزارة الصحة والانتقال إلى صالة الجوازات والجمارك ومناطق استلام الأمتعة، ونهاية إلى الخروج من المطار سواء إلى الحجر المنزلي أو الحجر المؤسسي أو إلى المستشفى.
أكد رئيس الجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي وليد الشمري عودة عمل الصيدليات الأهلية على مدار 24 ساعة وإعفاء الصيادلة من التصاريح الأمنية، وأشار إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع عقدته الجمعية مع رئيس وحدة التراخيص الأمنية في وزارة الداخلية العقيد أحمد فهد العازمي، وبحضور مدير إدارة تفتيش الأدوية الصيدلي عادل السالم. وأضاف الشمري أن الاجتماع تناول موضوع التصاريح الأمنية للصيدليات الأهلية والصيادلة بشكل عام، وتم الاتفاق على وضع آلية تعتمد فيها هوية الجمعية الصيدلية الكويتية وتعفي الصيادلة من التقديم على التصاريح الأمنية، إضافة إلى منح صيدليات القطاع الأهلي مدة تسمح لمزاولة نشاطهم على مدار 24 ساعة. قامت بلدية الكويت بقطاع الأحمدي وحولي وبالتعاون مع جمعية مشرف بمبادرة توزيع الخبز على أهالي منطقة المهبولة المعزولة. مراسل ATV العدالة موفق العرقان كان هناك لنقل التفاصيل للمبادرة. متابعين الكرام عبر قناة العدالة ATV، كما عودناكم دائما أن نكون معكم أولا بأول ومن قلب الحدث، نحن الآن في منطقة المهبولة المحظورة كليا لإجراءات صحية للحد من انتشار فيروس كورونا. في هذه المبادرة كما نشاهد خلفي أعداد كبيرة من أهالي منطقة المهبولة يتوافدون لأخذ المساعدات الغذائية في هذه المبادرة التي أطلقتها بلدية الكويت بقطاع الأحمدي وحولي وبالتعاون مع جمعية مشرف. ابقوا معنا وسنوافيكم بالتفاصيل أولا بأول. كله يجلس بيت؟ كله. ما في روح مني؟ لا ما في روح مني. كله قاعد مكان بيت. والله الوضع الحمد لله، نحمد الله ونشكر فضله. هذه زي ما انت شايفها واتي البركه في الناس اللي برضه بتساعد الناس على قد ما تقدر تعاملها، واحنا الحمد لله يعني برضه ملتزمين بالحظر وبكل حاجه. يعني والله الخبز موجود بس هذا يعني خبز ناشف وقديم، يعني بالبقاله ممكن تلاقي 3-4-5 يوم لا تلاقي كيس خبز طري زي كده. ناقص زي البصل والطماطم والغاز برضه، لسه دوب يومين ثلاثه بدات الحاله تبقى كويسه شويه الحمد لله، والحمد لله ان شاء الله تعدى على خير باذن الله. انا اكل هذا اكل ما في اكل؟ لا انت ما في مني بقاله يشتري منك؟ لا ما في بقاله، ما في فلوس، ما في شغل، ما في اليوم هذا شهر، خلاص شهر 5 اليوم اكل ما شغل ما في، انا بس خليه قاعد بيت. ناس محترمين وعيد لله كثير، يعني جايبين تريل تناول امبارح، ناس محترمه فوق قمه الاخلاق. يعني مو ناقصكم شيء؟ لا، كل المساعدات تجيكم من منطقه مهبوله؟ بتجي كل شيء، والناس ما سايبين شيء، يعني حد لا سايبين مصري ولا هندي ولا باكستاني ولا اي جنسي. اليوم طبعا في مساهمة من البلدية في توزيع المواد الغذائية على محتاجينها من خبز ومطهرات، وذلك بتخفيف العبء على الجهات الحكومية الأخرى. وطبعا المبادرة هذه مشكورة من قبل جمعية مشرف جزاهم الله خير. إن شاء الله متمنين طبعا أن هذه المبادرات تتكرر ان شاء الله لحين زوال هذه الظروف. والله التعاون هذا حبت جمعيه مشرف ان تقدم تبرع لنا للمواطن للمنطقه المحجور عليها، فقامت البلديه مشكوره بهذا التعاون وتوزيع على الوافدين. اللهم لك الحمد، هذا ان شاء الله عمل خير تشكر عليه جمعيه مشرف وتشكر عليه بلديه الكويت على هذا العمل الانساني. هذه مساعد انسانيه لهم، حتى ان شاء الله ما ينقص عليهم شيء بلد الخير. كان في شيء ان شاء الله ناقص، احنا هذه تبرعات من اهل الكويت الخيرين، تبرعوا للناس هذه والناس تستاهل، الناس في بيوتها ويوصلها ان شاء الله كل حاجه ان شاء الله باذن الله.